يخطب بجهاز لابتوب أو جهاز جوال لا إشكال في ذلك، لأن بمثابة الورق. الخطبة من جهاز قد كتبت فيه الخطبة ونقحت وحققت فهي بمثابة الورق، فالورق وسيلة إلى استحضار المعلومة وإلقاء المعلومة على الناس، كذلك الشأن في هذه الأجهزة من لابتوب أو جهاز كمبيوتر أو جهاز جوال. إذا كان ما كان في هذا الجهاز هو نفس ما يكون في الورقة من معلومات فلا حرج في ذلك، لكن ماذا يصنع لو انطفأ الجهاز؟ ولذلك ليحرص الخطيب في أول أمره أن يعود نفسه على أن يكون إلقاؤه الخطبة بقدر المستطاع أن يكون ولو ما قل منها أن يكون ارتجالياً.